دستور النافع خذي طاوسي ملك. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الرأي العام يعتبر المجتمع الإيزيدي من أقدم الثقافات والديانات لآلاف السنين. الثقافة الإيزيدية هي ثقافة ديمقراطية متساوية، ولهذا السبب تعرض المجتمع الإيزيدي إلى 47 فرمان، أي هجمات شرسة من قبل الأعداء الإنسانية وأعداء البشرية. وشهد الفرمان الأخير في 3 آب 2014 أكبر المساواة لقرن 21 على يد مرتزقة داعش وأعوانه مع الدولة والتعاون مع الدولة التركية وخيانة حزب الديمقراطي الكردستاني. نحن المجتمع اليزيدي ومجتمع شنغال بعد الفرمان، ومن أجل حماية أنفسنا قمنا بخلق تنظيم من المجتمع، الجهات جميع الجهات في كل المجالات، حيث قمنا ببناء قواتنا الدفاعية، شكلنا حزبنا السياسي، وبطبيعة الحال تم بناء هذا مع الكثير من العمل الشاق والجهد والكدح الذي بذلناه المناضلون الأبطال. نحن في الذكرى 10 لفرمان، وحتى الآن لم تتم محاكمة المرتكبين وتوغل فيها. كما نود أن نذكر بأن قرار إغلاق الحزب السياسي ليس من مصلحة العراق، بل يخدم الدولة التركية وحزب الديمقراطي الكردستاني، كما ينص الدستور العراقي على أن لكل قومية لحق أن تشكيل حزبها الخاص. لهذا القرار غير العادل ومخالف للدستور العراقي وضد حقوق الإنسان. وعلى هذا الأساس فإننا ندين مرة وأخرى قرار إغلاق، ولن نقبل بهذا القرار أبدا، ولا أحد يستطيع أن يدمر إرادة ووجود المجتمع اليزيدي. في الختام، نحن مجتمع يزيدي وأهالي شنغال ندعو الحكومة العراقية أن إلغاء قرار غير الديمقراطي بشكل عاجل. ومع تحياتي، شكرا جزيلا. سياسي هاتي قرتن أما التجارب السياسة قريج السرخ قبول نكن نب هذا هاتي هدف قرتن وهذا هاتي تسليم كرن إرادة ملتة إزدي هاتي هدف قرتن إرادة ملتة إزدي هاتي تسليم كرن أو تخوازن إرادة ما هدف قرن أو نخوازن أم وكملة إزدي إرادة ما هبه أما الآخ عراق دا إداريا سياسي رخستني خب دنا جيان كرن لأما التجارب هيك قبولنا كان وأمل بر خب دنا حتى نقيك إنسانش مهايا وأمنا هل التجاري فادي بيتا قرتن هكا فادي هاتا قرتن أما فارتيا قدمنا فقيدش خرفا كان فادي فارتيا شهيدا يا وأبخونا شهيدا هاتيا فاكرن وشهيدا سركيشي جرى كريا حتى هاتيا فاكرن أما التجاري خوينا شهيدات خو بلاش برندن ومش انساني سياسي رنا هيلن حتى انا كي ياكش ماجي هيا مال برخو بدن جبركا حق ما هي وما في ما العراق اذا ام اداري وسياسي وريخستني خو جيان بكن الاخ خدا ام جي مواطني عراقنا ام جي شعب عراقنا ترى عراق ما قبولناك وك شعب عراقي ترى عراق ما قبولناك اداريه وسياسيه من البرخو بدن ومش خره كار بكن يا خدا عراق بدنا بي ام اداري وسياسي وعسكري الاخ شنقال اذا من البرخو بدن ام كارو خباتي خدنا ما شاندل تجاري عراق نكاري بيشافي تشتي بغري اراده ملت ازدي تشبويا او نكان اراده ملت ازدي تسليم بكن حقا كاربن بارتيا كسياسي تسليم بكن ويشاغي كار نكار إرادة ملت إرادة قلا بارتي أب إرادة ملت هاتي آفا كنو نكار من تسليم بكن ومدي سب خير هاتنا ملت أخكان كالبيدر عادر بو بشتبانيا خو إشبو إرادة خو داي ديا
انتحار کرن پشتوانه ایراده خونه پشتوانه شهیدت خونه سر سوزا شهیدت خونه تجاری و بیره نترگینوم گاوه پاشدن آویجن اجبر آلیگی سیاسی حکومت عراق دست خود دست ترکیه بکا و ایراده ما ونده بکا امی حتا یکش مجیه امی سر وی خطه بنو سر وی ری بنو مل سر پی دوزا شهیدت خوبن سرکدنا ملت ما سرکدنا ملت ما هول هولا تاوسی ملک هول هولا تاوسی ملک پاده ایرادا ما او پیشگیری پاده نه او پاده چرا آتیا گرتن او پاده جواکا از دیف ده سالا برای بد بی او یکی بو جواکا از دی کار نگیری پاده نه تیپی موش بر بکشیم قبول نکن پاده پیدا گرتن چشم بیتا گو خواستنم جگریا پادینم قبول ناکن بیتا کرد. اف چادر ما امی وگر نسی روژا امی به چادری دمنا اش بر پاده 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 از گیا همیا نا ایکی دیا ای وکا دشمن جیل ترسی لو ما وحانا که جیتا اش بر امی به چادری دسی روژا درد بن اش بر پاده او پاده وکا امی پیش پاده دا پیشم سکنینم همه پاده اوش از دیارت کرد نشیکی درد که او وکا سعاده شی زیارت کا و مش ملت ای زیارت کا دیجا دش من جیت قاری وکا مش ای زیارت قاری اش بر وی که اذی بکات هنا ام ناهلن بکات هنا پاره پاره ای زیار همیا انشالله ام ناهلن پاره ما بیت هنا پاره حتی هنا ام جی بیش فرق کا ام بیش پاره دست اش شنگال ناش گوبل ناش سنون نش خان سهر نه چند راه همین البه چادری دا سه روزه البه چادری دا همه سکنن اجبر پاره.